الخط التحريري للحدث سيتطور ولكن لن يتغير. مع كل الإمكانيات الموجودة بالاستديو الجديد ومدينة الرياض سنحافظ على نفس الخط التحريري وسنتوسع فيه، سنحافظ على هذا الخط، وهذا اللي أقوله أنا، الرياض ستعطينا دفعة كبيرة لتقديم ما هو أكبر بسبب توفر الإمكانيات الموجودة في مدينة الرياض، يساعدنا على تقديم عملنا بأفضل صورة ممكنة، يساعدنا على استقطاب المواهب والكفاءات من كل مكان إلى المحطة. على مستوى شبكة المراسلين خططنا القادمة توسع والنمو بشكل أكبر على مستوى الوطن العربي وما بعد الوطن العربي من خلال تغطية أهم الصراعات وأهم النزاعات. الحدث عرفت في الخروج بأهم الأخبار العاجلة، القيام بأهم التغطيات والقيام بأهم المقابلات، وهذا ما صنع الحدث خلال 10 سنوات قناة من أهم القنوات الإخبارية على مستوى الوطن العربي.